اهلا بكم متابعينا على قناة الاسكولة. معاكم ميس ايناس معلم اول جغرافيا. هنتناول ان شاء الله مع بعض شرح منهج الجغرافيا للصف الاول الثانوي. المنهج بتاعنا السنة دي هو عبارة عن وحدتين، الدرس التمهيدي وبعدين الوحدة الاولى دي مكونة من 3 دروس بتتكلم عن موقع مصر ومظاهر السطح، والوحدة التانية بتتكلم عن المناخ والاقاليم المناخية والنبات الطبيعي والحيوان البري. دول الوحدتين اللي احنا هنتناولهم ان شاء الله الترم الاول. موضوع درسنا النهاردة ان شاء الله هيبقى عن الدرس التمهيدي وهو مدخل لدراسة علم الجغرافيا. هنتكلم فيه عن مفهوم الجغرافيا وفروع الجغرافيا اللي هي الفروع الطبيعية والبشرية والفروع الاخرى. هناخد كمان فيه اهمية دراسة علم الجغرافيا، وهناخد كمان فيه ادوات تعلم الجغرافيا اللي هي الخريطة والتقنيات الحديثة. وهنتعلم فيها ايه هي التقنيات الحديثة؟ الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية ونظام تحديد المواقع العالمي. تابعونا. يعني ايه جغرافيا؟ جغرافيا دي كلمة اغريقية تنقسم لمقطعين، جيو ارض وجرافي وصف، فهي تعني بعلم وصف الارض. طب ليه كنا بنقول على جغرافيا هي علم وصف الارض؟ لان الرحالة كانوا يصفون كل ما يشاهدونه من ظواهر. الرحالة قديما يقومون بوصف كل ما يشاهدونه من ايه؟ من ظواهر. طب تعريف الجغرافيا حديثا ايه؟ العلم اللي بيهتم بدراسة وتحليل الظواهر الطبيعية والبشرية. يبقى حديثا العلم اللي بيهتم بدراسة وتحليل. تمام، يبقى خرجنا من نطاق الوصف شوية وتطورنا لعملية الدراسة والتحليل للظاهرة. الظاهرة سواء كانت طبيعية زي الطبيعية البحار والمحيطات والجبال، والظواهر البشرية اللي انتجها الانسان من تفاعله مع البيئة على سطح الارض، مع توضيح العلاقات المكانية المتبادلة بين الانسان والبيئة. طب انا بدرس الجغرافيا ليه؟ الجغرافيا علم بيدرس التفاعل بين الانسان والبيئه، يعني بيشوف الانسان عمل ايه في البيئه والبيئه عملت ايه في الانسان، التفاعل ما بينهم. هنعيد الشريحه دي. اهميه دراسه علم الجغرافيا. الجغرافيا اهميتها ايه؟ تدرس التفاعل بين الانسان والبيئه. يعني ايه التفاعل؟ يعني الانسان عمل ايه في البيئه وازاي اثرت البيئه في الانسان. تطرح حلول علميه ممكنه للمشكلات اللي بيقابلها الانسان، سواء كانت مشكلات سكانيه، مشكلات بيئيه، والاخطار اللي بيتعرض لها الانسان وممتلكاته. تمام، مشكلات سكانيه ندي مثال الازدحام السكاني. تمام، مشكلات بيئيه زي الزلازل والبراكين والاخطار البيئيه اللي بيتعرض لها الانسان وتاثر على الانسان وممتلكاته. لها دور مهم في حياة الإنسان، خاصة في مجال استثمار الموارد الطبيعية والتخطيط العمراني، لأن هي بتديني أنسب أشكال التخطيط العمراني وأنسب أشكال الخدمات المطلوبة للاستثمار. بتخدم العلوم المختلفة والاستفادة منها في دعم واتخاذ القرارات، بتستفيد منها كثير من العلوم، تؤدي إلى الإيمان الراسخ بالله من خلال دراسة الكون. لما بدرس الكواكب، لما بدرس البحار المحيطات، ده بيدرس فيا الإيمان بالله من خلال دراسة الكون. طيب علم الجغرافيا فروعها إيه؟ انقسمت الجغرافيا إلى قسمين رئيسيين ولكل قسم الفروع الخاصة به. أول فرع الجغرافيا، أول قسم، الجغرافيا الطبيعية. من اسمها كده الجغرافيا الطبيعية، اللي هي بتهتم بدراسة الظواهر الطبيعية على سطح الأرض اللي خلقها الله سبحانه وتعالى للإنسان. طيب الفروع بتاعتها ايه؟ أهم فروع الجغرافيا الطبيعية عندنا جغرافيا التضاريس، ودي بتهتم بدراسة الأشكال التضاريسية الرئيسية على سطح الأرض. طيب عندنا فرع تاني من فروع الجغرافيا الطبيعية الجيمورفولوجي أو الجيمورفولوجيا، ودي بتهتم بدراسة أشكال سطح الأرض والعوامل اللي شكلتها، يعني بيديني السبب في تكون الظاهرة. أما التضاريس بتدرس الظاهرة الرئيسية فقط على سطح الأرض. يبقى الاثنين، التضاريس والجيمورفولوجي، بيدرسوا الظاهرات على سطح الأرض، بس الجيمورفولوجي بتزيد عليها إنها بتديني السبب في تشكيل الظاهرة. الجغرافيا الحيوية بتهتم بدراسة توزيع وتحليل التربة والنبات الطبيعي فين؟ والحيوان البري. دي الجغرافيا الحيوية وهي فرع من فروع الجغرافيا الطبيعية.
ايه تاني من فروع الجغرافيا الطبيعية؟ الجغرافيا الفلكية اللي هي بتهتم بدراسة الكواكب، شكل الأرض وحركتها، علاقتها بالنجوم والكواكب. الجغرافيا المناخية، ومن اسمها كده بتهتم بدراسة عناصر المناخ. ايه هي عناصر المناخ؟ حرارة والرياح والضغط والمطر والأقاليم المناخية وأثر المناخ على الإنسان والأنشطة اللي بيقوم بها الإنسان. جغرافيا البحار والمحيطات، فرع من فروع أيضا الجغرافيا الطبيعية، بتهتم بدراسة الخصائص الجغرافية لمياه البحار والإيه؟ والمحيطات. القسم الآخر والرئيسي للجغرافيا هو الجغرافيا البشرية. الجغرافيا البشرية من اسمها انها بتهتم بدراسة الظواهر البشرية على سطح الأرض اللي بتكون ناتجة من تفاعل الإنسان مع البيئة اللي بيعيش فيها، يعني هو تأثير الإنسان في البيئة. أهم فروعها الجغرافيا الاقتصادية، ودي بتهتم بدراسة الأنشطة الاقتصادية. زي ايه الأنشطة الاقتصادية؟ الزراعة والرعي والتعدين والطاقة والصناعة والنقل. الجغرافيا البشرية أهم فروعها ايه؟ برضو جغرافية السكان. يبقى من فروع الجغرافيا البشرية قلنا الاقتصادية وكمان جغرافية السكان. جغرافية السكان دي بتهتم بدراسة خصائص السكان. يعني ايه خصائص السكان؟ نمو السكان، نمو مرتفع، نمو منخفض، توزيع السكان بيتركزوا فين؟ في مناطق الجبال ولا مناطق السهول؟ طيب والتركيب السكاني، بيتركب السكان من ذكور واناث، والكثافة السكانية اللي هو عدد السكان في المساحة، والهجرة بأنواعها سواء كانت هجرة داخلية وهجرة خارجية. تمام، كل ده داخل الفرع الكبير اللي هو جغرافيا السكان. هناك فروع أخرى للجغرافيا البشرية، منها الجغرافيا السياسية. يبقى تاني فروع الجغرافيا البشرية، خدنا الاقتصادية وخدنا السكان وعندنا كمان السياسية. جغرافيا السياسية دي بتهتم بدراسة المقومات للدولة، مقاوماتها سواء كانت طبيعية، مقاوماتها سواء كانت بشرية. يعني ايه مقاومات الدولة الطبيعية؟ الموارد الطبيعية اللي موجودة في الدولة بتجعلها تميزها عن بقية الدول، والبشرية عدد السكان اللي فيها، القوة البشرية بها وتأثير ذلك في علاقاتها الدولية. جغرافيا العمران دي آخر فرع من فروع الجغرافيا البشرية، ودي بتهتم بدراسة العمران، والمقصود هنا بالعمران هو المباني سواء كانت ريفية حضرية بدو، اللي هي بتخص الريف والحضر والبدو على سطح الأرض. تمام، ودراسة المشكلات الموجودة بها وكيفية حلها والتخطيط العمراني. بتوجد فروع أخرى للجغرافيا لا تنتمي إلى فروع الجغرافيا الطبيعية أو البشرية، ولكنها ترتبط معها في قواسم مشتركة ولها أهمية كبيرة. منها إيه؟ الجغرافيا الإقليمية، ودي بتهتم بتقسيم العالم والقارات إلى أقاليم، بتحدد لي الخصائص الجغرافية الطبيعية والبشرية لكل إقليم. أما الجغرافيا التاريخية، ودي بتهتم بدراسة الظواهر الجغرافية الطبيعية والبشرية بس إيه؟ في الماضي، بيديني تاريخ الظاهرة. الجغرافيا الطبية من اسمها كده بتهتم بالأمراض وتوزيعها وانتشارها والتحليل والتوزيع المكاني لمصادر الخدمات الصحية. ومن فروع الجغرافيا الأخرى جغرافيا الجريمة. جغرافيا الجريمة دي تدرس العلاقة بين المكان وأفعال المجرمين، تدرس العلاقة بين المكان وأفعال المجرمين، وتربط الجرائم اللي بتحدث بالعوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تسببت في حدوث الجريمة. أدوات تعلم الجغرافيا، هناك أدوات بستخدمها في دراسة وتعلم الجغرافيا، منها الخريطة والتقنيات الحديثة. طيب يعني إيه الخريطة ويعني إيه التقنيات الحديثة؟ هنعرف دلوقتي مع بعض. من أمثلة التقنيات الحديثة هي الاستشارة عن بعد ونظم المعلومات ونظام تحديد المواقع العالم، وهنعرف كل ده دلوقتي بالتفصيل. الخريطة، ما المقصود بالخريطة؟ الخريطة دي تمثيل هندسي للظاهرة سواء كانت طبيعية أو بشرية على سطح الأرض، تمام، بمقياس رسم ورموز وألوان معينة، وبتكون الخريطة على سطح المستوي. يبقى مفهوم الخريطة هي تمثيل هندسي للظاهرة سواء كانت طبيعية أو بشرية على سطح الأرض، تمام، أو جزء منه على سطح مستوي بمقياس رسم ورموز وألوان معينة. أهمية الخريطة إيه في حياتنا؟ الخريطة لها أهمية كبيرة في حياتنا، بيستخدمها الطالب في الدراسة،
بيستخدمها قائد الطائرة وقبطان السفينة في تحديد اتجاهات السير، يستخدمها الجندي في التدريبات والعمليات العسكرية، بيستخدمها المهندس في إنشاء المباني والطرق، يستخدمها الجيولوجي أيضا في التنقيب عن المعادن ومصادر الطاقة، وزي ما قلنا قبل كده بيستخدمها الطالب في الدراسة. طيب إيه تاني من أهمية الخريطة في حياتنا؟ هي لغة مختصرة بتنقل لي معلومات كتير جدا بشكل واضح، مجرد ان انا ما ببص في الخريطة بقدر استنتج منها الموقع الجغرافي للمكان اللي انا شايفاه، فهي لغة مختصرة بتديني معلومات كتير بشكل واضح، تساعد على حل كثير من المشكلات وبتفسر لي كثير من الظواهر الجغرافية، بتفهمني العلاقات المكانية والمعرفة الجغرافية. اساسيات الخريطة ايه؟ اساسيات الخريطة قدامي اتجاه الشمال، اتجاه الشمال ده بيعرفني بقية الاتجاهات في الخريطة، بقدر استنتج منه شرق الخريطة وغرب الخريطة وجنوبها وكذلك الاتجاهات الفرعية. طيب ايه كمان من اساسيات الخريطة؟ خطوط الطول ودوائر العرض اللي هي ما تعرف باحداثيات الخريطة، منها دوائر العرض وهي خطوط الطول، دي بقدر استنتج منها المناخ والتوقيت. طيب مصدر الخريطة، مصدر الخريطة ده بيتكتب في الركن السفلي الايمن وبيوضح لي الجهة اللي قامت برسم الخريطة، تمام، وغالبا بتبقى الهيئة العامة للمساحة. طيب عنوان الخريطة، العنوان اللي قدامي دلوقتي هو تضريس شبه جزيرة سيناء، ده بيعرفني ما تحتوي الخريطة من معلومات ان هي هتبقى شبه جزيرة سيناء. طيب مقياس الرسم هو النسبة بين المسافة على الطبيعة وما يقابلها ايه، المسافة على الخريطة وما يقابلها على الطبيعة. يعني دلوقتي انا عايزة ارسم خريطة لمصر، فبعمل مقياس رسم اني مش عارف ارسمها بكامل مساحتها الحقيقية، فبعمل مقياس نسبة وتناسب ما بين المسافة على الطبيعة والمسافة على الخريطة. يعني بقول لك كل واحد سنتي على الخريطة هيقابله 1000 كيلومتر مثلا على الطبيعة، وانت بتقدر بالتالي تعرف المساحة على الطبيعة. طيب المفتاح او دليل الخريطة، وده بيحتوي على رموز وبتبين لي ما تحتوي الخريطة من معلومات. اطار الخريطة، وده الحد اللي بينتهي عنده جميع محتويات الخريطة، تمام، بيختلف بقى شكله من حيث السمك. تاني بينا بيشرح بالتفصيل اساسيات الخريطة وبنعرفها ان هي بيانات ضرورية لقراءة الايه، الخريطة. بيتكلم برضو عن العنوان، بيوضح ما تحتويه الخريطة من ايه، من معلومات، وده طبعا اول شيء يجب قراءته في الخريطة. طيب عندك مفتاح الخريطة زي ما احنا قلنا، الرموز اللي بتمثل جميع الظواهر الجغرافية اللي موجودة داخل الخريطة والموقع عليها. مقياس الرسم ده بيبقى نسبة بين الابعاد على الخريطة وما يقابلها على الطبيعة، تمام، ومقياس الرسم بيساوي المسافة على الخريطة على المسافة على الطبيعة. احداثيات الخريطة بتوضح الموقع الفلكي للمكان، خطوط الطول ودوائر العرض اللي هي احداثيات الخريطة، ودي موجودة على الجوانب الداخلية بتساعدني في تحديد المواقع والمناخ والتوقيت. اتجاه الشمال، وده عبارة عن سهم بيشير لاتجاه الشمال الجغرافي، وده بيساعدني في توجيه الخريطة ومعرفة باقي الاتجاهات. اطار الخريطة، وده الحد اللي بينتهي عنده جميع المحتويات وتفاصيل الخريطة. المصدر زي ما قلنا بيتكتب في الركن السفلي الايمن وبيوضح الجهة اللي قامت برسم الخريطة وتاريخ رسمها. طيب الجزء الثاني بقى من ادوات تعلم الخريطة، التقنيات الحديثة. التقنيات الحديثة هندرس فيها الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات ونظام تحديد المواقع العالمي. ايه هو الاستشعار عن بعد؟ الاستشعار عن بعد هو علم القياس او الحصول على معلومات عن سطح الارض بس بواسطة اجهزة تصوير ومستشعرات لا تلامس سطح الارض. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الاستشعار عن بعد ده تقنية تديني معلومات عن الارض من غير ما تلمسها، وده بيساعدني برضو في معرفة معلومات عن الاماكن اللي بيصعب للانسان ان هو يخترقها، فبيستخدم الاستشعار عن بعد في ايجاد معلومات عنها. ويضم الاستشعار عن بعد التصوير الجوي والتصوير الفضائي. طب ايه هو التصوير الجوي وهو التصوير الفضائي؟ التصوير الجوي دي صورة بيتم التقاطها بواسطة كاميرات، والكاميرات دي بيثبتوها على طائرات بتبقى على ارتفاعات قليلة فبتغطي مساحة صغيرة، مقياس رسمها بيبقى كبير الى متوسط. اما التصوير الفضائي ما يعرف بالمرئيات الفضائية، ودي صورة بيتم التقاطها بواسطة مستشعرات، بس المستشعرات دي بتثبت بالاقمار الصناعية على ارتفاعات عالية فبتغطي بالتالي مساحة واسعة. نظم المعلومات الجغرافية، وده بقى ايه؟ نظام معلوماتي،
يعني ايه نظام معلوماتي؟ بخزن فيه المعلومات وبقوم بمعالجتها، وهو بيقوم باسترجاعها وتحليلها، وبيساعدني في الحصول على معلومات واضحه عشان اعد تقارير وخرائط وقواعد بيانات، دي بتساعدني في اتخاذ قرارات مناسبه. طب مكونات ايه نظم المعلومات الجغرافيه؟ بيتكون من ايه؟ يتكون من بيانات، والبيانات عندي بيانات مكانيه وبيانات وصفيه. البيانات المكانيه زي ايه؟ زي الخرائط والمرئيات الفضائيه. اما البيانات الوصفيه اللي انا بوصفها مثل الجداول والاشكال البيانيه. البرامج، ودي بتشمل البرامج الخاصه بمعالجه البيانات. وعندنا كمان الاجهزه، ودي بتتكون من حاسب آلي والطبعة والماسح الضوئي وغيره. كل دي ايه؟ من مكونات نظم المعلومات الجغرافية، البيانات والبرامج والأجهزة والمتخصصون اللي هم العناصر البشرية المدربة اللي بتتعامل مع البيانات والأجهزة والبرامج. تطبيقات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية، يعني ممكن استخدمهم في ايه؟ استخدمهم في رسم الخرائط الحديثة، وبالتالي التعرف على الظواهر سواء كانت طبيعيه وبشريه، وده بيساعدني في اداره الازمات. طيب دراسه الموارد الطبيعيه، وده بيديني معلومات دقيقه عن الموارد مثل النبات الطبيعي والتربه والثروه المعدنيه والمياه. تطبيقات برضو الاستشعار عن بعد ايه؟ ممكن استخدمها في الدراسات المناخيه، اعمل بيها ايه؟ تدرس لطبقات الغلاف الجوي ومناطق الضغط والحرارة والرياح، وتتنبأ لي كمان بالتغيرات المناخية والأعاصير. الدراسات العمرانية بتهتم بإيه؟ بتساعدني في تطبيق الاستشعار عن بعد في الدراسات العمرانية في اختيار أفضل المواقع لإقامة المنشآت العمرانية. يبقى ما أجي يقول لي وظفتي التقنيات الحديثة في الدراسات العمرانية، استخدمتها في ايه؟ في اختيار افضل المواقع لاقامة المنشآت العمرانية، وكمان تحديد مسارات الطرق والسكك الحديدية. المجال العسكري، برضه اقدر اطبق استخدام الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات في المجال العسكري، وده بيساعدني في حماية الحدود، وبيساعدني في عمليات التجسس والاستطلاع والانذار المبكر ورصد وتوجيه الصواريخ من خلال اقمار صناعية مخصصة للاغراض العسكرية. نظام تحديد المواقع العالمي GPS، ده نظام يربط بين الأقمار الصناعية وأجهزة استقبال أرضية، بيزود مستخدمه الشخص اللي بيستخدمه بمعلومات دقيقة عن مواقع الأماكن اللي هي إيه؟ خطوط الطول، دوائر العرض، الارتفاعات، يعني بيديله كل تفاصيل المكان. طيب نظام تحديد المواقع العالمي ده مكوناته إيه؟ قال إنه بيتكون من 24 قمر بيدوروا في 6 مدارات، كل مدار في 4 أقمار، كلما زادت الأقمار كلما زادت الدقة في تحديد الموقع. أقدر استخدمه في إيه نظام تحديد المواقع العالمي دوت؟ استخدامات نظام تحديد المواقع العالمي، أقدر استخدمه في إيه؟ في الملاحة الجوية والمجال العسكري. تمام، ممكن استخدمه كمان في النقل والشحن. هستفيد بيه في إيه؟ في معرفة الأماكن ورسم وتحديث الخرائط والرسوم، وبيساعدني كمان في مجال الاتصالات بالنسبة لتحديد الموقع. وبكده نكون خلصنا حلقة النهاردة. حلقة النهاردة خدنا فيها الدرس التمهيدي ومدخل لدراسة علم الجغرافيا، وخدنا فيها فروع الجغرافيا وتعريف الجغرافيا، أهمية دراسة علم الجغرافيا وأدوات تعلم الجغرافيا. طيب ما ننساش بقى نعمل اللايك والشير والسبسكرايب للقناة ونفعل الجرس. تحت الفيديو هتلاقي الرابط بتاعك في الشيت والملزمة والاختبار الإلكتروني، مستنية تعليقاتكم.